ماذا؟ نعم أسمعكم الآن، أسمعكم الآن. ما زال المصلون يتوافدون إلى هنا، هو بالفعل أحد الأيام الأكثر توترا، يعني أو الذي يحمل يعني إمكانية توتر هنا في مدينة القدس مع تزامن الجمعة الثانية من رمضان المبارك مع عيد الفصح اليهودي. التخوف لدى الشرطة الإسرائيلية هو من رشق الحجارة من داخل المسجد الأقصى نحو حائط البراق الذي يصل إليه المستوطنون اليهود لأداء صلواتهم في هذا اليوم. طبعا في الساعة الرابعة سيدخل الإغلاق الإسرائيلي حيز التنفيذ، الإغلاق يفرض على كل مناطق الضفة الغربية، بمعنى أنه يعني طلب من المصلين العودة من القدس إلى مناطق الضفة الغربية قبل الساعة الرابعة عصرا. وخلال أيامات الإغلاق سيمنع العمال الفلسطينيين من دخول مدينة القدس أو الداخل الفلسطيني داخل الخط الأخضر. هنالك طبعا 400 معتقل على الأقل متواجدين في مراكز اعتقال في القدس. حتى الآن فهمنا بأن المحققين في مراكز الاعتقال يرفضون التعاون مع المحامين. نحن نتحدث عن يعني أعداد كبيرة، لا شك بأنه حتى لو لم تتطور اليوم المواجهات أو لم تتجدد سيكون هنالك التركيز بالأساس على قضية المعتقلين، يعني مئات من المعتقلين سيتم الحشد من حيث يعني بالمفهوم موارد المادية، وأيضا المحامين من أجل إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين من المعتقلات. كما أنه يعني تجدر الإشارة بأن مستشفى المقاصد أيضا حدث بالنسبة للإصابات وقال بأن هناك إصابتين في غرفة العمليات وثمانية في غرف الإنعاش أو العناية المركزة. الكثير من الإصابات